بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس شركة تطوير للخدمات التعليمية. عنوان هذا الدرس حل بعض أسئلة الكتاب صفحة 95 إلى صفحة 97. أعد لنا هذا الدرس مشكورا الأستاذ رائد المالكي، ويقدمه لكم أنا الأستاذ حسين العامري. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ولنبدأ الدرس بأهم أهدافه وهي كالتالي: أن تتأكد أيها الطالب من فهم محتويات المقرر الأساسية لما سبق، أن تتدرب أيها الطالب والطالبة على حل الأسئلة المتعلقة بالمقرر، أيضا أن تحقق القدرة على بناء المهارات لفهم الأسئلة. لتناول السؤال الأول، أكمل خريطة المفاهيم التالية. هذه الخريطة تتكلم عن الخلية النباتية. احنا نعرف ان الخلية النباتية تختلف عن الخلايا الحيوانية بثلاثة اجزاء رئيسية، وان الخلية النباتية تتكون من اجزاء صغيرة جدا داخل الخلية سميت بعضيات. واخذنا بعض العضيات وأهمية كل عضية من هذه العضيات أو مكونات الخلية النباتية. الخلية النباتية، من المعروف أن الخلية النباتية تحاط بها غشاء بلازمي، وهذا الغشاء ينظم دخول وخروج المواد من الخلية وإليها. طيب ما الذي يحيط أو الجزء الخارجي للخلية النباتية؟ ماذا سميناه؟ من يتذكر منكم في درسنا السابق أي جزء في النبات في الخلية النباتية يحيط بالخلية النباتية ويوفر الدعم والحماية لها؟ هو الجدار الخلوي. بعد ذلك أخذنا الخلية النباتية وذكرنا أنها يوجد فيها عضيات كما ذكرت قبل قليل، ويوجد فيها سيتوبلازم وهو المادة السائلة الهلامية الموجودة داخل الخلية التي يذوب فيها بعض المواد التي تحتاجها الخلية، وأن العضيات عدة أنواع. أي من هذه العضيات الموجود داخل الخلية النباتية يصنع الغذاء؟ من هو المسؤول عن صنع الغذاء في الخلية النباتية؟ هو البلاستيدات الخضراء. المعروف أن البلاستيدات الخضراء هي المسؤولة عن عملية البناء الضوئي، وهو أن النبات يصنع غذائه عن طريق هذه العملية، فيحول الضوء والماء والأملاح وثاني أكسيد الكربون إلى غذاء وكذلك البلاستيدات الخضراء تعطي النبات اللون الأخضر. أي عضية من العضيات الموجودة داخل الخلية تحرر الطاقة، ويتم تحرير الطاقة عن تفاعل الغذاء مع الأكسجين الداخل إلى الخلية. من هو المسؤول عن هذا التفاعل وتحرير الطاقة؟ هو الميتوكندريا. يوجد جزء داخل الخلية يخزن المواد، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاها شكل كروي بحيث تستطيع خزن كمية كبيرة من المواد داخل الخلية. أي عضو أو أي عضية من هذه العضيات له أهمية في خزن المواد؟ من يذكرنا؟
من يستطيع أن يتذكر يكتب الإجابة عن طريق الشات. هو الفجوة، هو الفجوة. من الذي يدير؟ احنا ذكرنا ان هذه العضيات او ان الخلية بشكل عام تقوم بعدة انشطة حيوية. من الذي يتحكم في هذه الانشطة؟ من الذي يعمل كمدير للخلية؟ اي عضية من العضيات الموجودة داخل الخلية النباتية يتحكم في الانشطة؟ هو النواة، هو النواة. اما الغشاء، اما الجزء الذي يحيط بالخلية والخلية النباتية ويوفر الدعم والحماية كما ذكرت في بداية الدرس، وهو الجدار الخلوي، وهو الجدار الخلوي. ننتقل الى السؤال الاخر. وضح الفرق بين مصطلحين فيما ياتي: عضو وجهاز. عضو وجهاز، من المعروف أن الجهاز مثل الجهاز الهضمي والجهاز الدوري الدموي والجهاز البولي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. كل جهاز، مثلا لو ذكرت جهاز مثلا الهضمي، مما يتكون؟ راح تقول لي فم، ومن بلعوم ومريء، ومن معدة، وكذلك من أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة وملحقات للقناة الهضمية. كل التي ذكرتها هذه تسمى عضو، تسمى عضو. طب العضو، كل لو أخذت مثلا عضو المعدة، فالمعدة يوجد فيها أوعية دموية معناته يمر فيها دم، معناته انه في المعدة خلايا دم، وايضا يوجد في المعدة خلايا ضامة، وهو الخلايا التي تحيط بالعضو اللي هو المعدة، وايضا يوجد خلايا عضلية. وكل من الخلايا العضلية والخلايا الضامة وخلايا الدم تسمى أنسجة. لذلك نستطيع أن نقول أن العضو يتكون من نسيجين أو أكثر. فالعضو مجموعة من نسيجين أو أكثر تعمل معا لأداء وظيفة محددة، لأن كلمة نسيج هو مجموعة من الخلايا. فمثلا رأينا عضو المعدة يحتوي على أنسجة دموية وأنسجة ضامة وأنسجة عضلية. أما الجهاز كما ذكرت هو مجموعة من الأعضاء تعمل معا، كما ذكرت مثال الجهاز الهضمي تكون من مجموعة من الأعضاء التي ذكرتها في السابق. ما الفرق بين الجدار الخلوي وغشاء بلازمي؟ طبعا جميعهما يحيطان بالخلية، والجدار الخلوي يوجد فقط في الخلية النباتية وهو يوفر الحماية. أما الغشاء البلازمي هو الذي ينظم مرور المواد من الخلية وإليها، من الخلية وإليها. الجدار الخلوي يوفر الدعم والحماية لبعض أنواع الخلايا وهو الخلايا النباتية. أما الغشاء البلازمي يحيط بكل الخلايا ويساعد على التحكم بالمواد الداخل والخارجة منها، يعمل كبوابة. أي مما يلي توجد في النواة: ألف الفجوات، باء الكروموسومات، جيم البلاستيدات، دال الميتوكندريا. من يستطيع أن يجب على هذا السؤال؟ ما الذي توجده في النواة؟ يا سلام، الإجابة باء، والإجابة صحيحة، والإجابة صحيحة. الكروموسومات كما ذكرت سابقا أنها توجد أو تحمل حمض النووي وهو حمض DNA الذي يحمل صفات الكائن الحي. سؤال آخر: ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة؟ هل هو عضية
أم عضو أم جهاز أم نسيج؟ ممتاز، الإجابة صحيحة وهو عضو. وذكرنا سابقا أن الجهاز يتألف من عدة أعضاء، وأن الأعضاء تتألف من نسيجين أو أكثر، وأن النسيج عبارة عن مجموعة من الخلايا. أي مصطلح مما يلي يطلق على أحد أجهزة جسم الإنسان؟ هل هو الحماية أم النمو أم البناء الضوئي أم التنفسي؟ أحد أجهزة جسم الإنسان. يا سلام عليكم، الإجابة دال التنفسي. ارسم خريطة مفاهيم على شكل سلسلة ترتب الأجزاء الآتية من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا. لدينا أمعاء دقيقة وخلية عضلية وإنسان وجهاز هضمي. أي أبسط هذه المفردات؟ لا، من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا، من الأبسط وليس من الأكثر تعقيدا. لو ذكرنا زميلكم يقول أن إنسان، الإنسان يتركب من أكثر من أجهزة، معناته تركيب الإنسان تركيب معقد لأنه يتركب من مجموعة من الأجهزة، والأجهزة تتركب من مجموعة من الأعضاء، والأعضاء تتركب من مجموعة من الأنسجة، وهكذا. خلية عضلية، أحسنت. بعد ذلك الخلايا ماذا تكون؟ تكون الخلايا تكون أعضاء. يا سلام عليك، فالعضو هنا هو أمعاء دقيقة. طب الأمعاء الدقيقة مع مجموعة من الأعضاء الأخرى، الأمعاء يعتبر عضو. فالعضو عندما، يا سلام، جهاز هضمي ثم إنسان ثم إنسان. يا سلام عليكم، الإجابة صحيحة. وهكذا وصلنا إلى نهاية الدرس. شكرا لكم على حضوركم، ونراكم بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قادم من دروس شركة تطوير للخدمات التعليمية، وفي أمان الله.